اليوم في هذا اليوم مبارك. احنا الان متواجدين في مؤسسه مجيد باش افتتاح مركز جديد وتقريب هذه الخدمه للمواطنين وترسيخ ثقافه ديال التبرع، خصوصا تبرع الدم نظرا للنقص الحاد على مستوى مركز تحقن الدم. فنهيب المواطنين ان شاء الله يتشجعوا باش يساعدوا، كاين الناس اللي تينتظروا في الاسره البيضاء من الناس ديال مرضى القصور الكلوي، مرضى القلب، العمليات الجراحه على مستوى المركز الشفائي ديال الدار البيضاء، حوادث السير. فالناس يعطيوا هذا، راه الحمد لله والله لا يضيع اجر من احسن عملا. مركز للتبرع بالدم بمنطقة العنق من أجل يعني أننا نوسع دائرة ديال التبرع بالدم، لأنه مادة حيوية وضرورية وما يمكن يعطيها إلا المواطن. فبالتالي كنطمحوا يعني بافتتاح هذا المركز على أننا نجمعوا 40 كيس يوميا باش يلبي حاجيات المواطنين بمدينة الدار البيضاء وبالجهة ككل، اللي تقريبا الحاجيات كتفوق 600 كيس يوميا. هاد المركز جاء باش يقرب هاد الخدمة للمواطن باش ما يبقاش ياخد العناء ديال التنقل حتى المركز الجهوي. وبالتالي ما تفوتنيش أيضا الفرصة باش نقول على أننا محتاجين المجتمع المدني، محتاجين الجمعيات، محتاجين الناس اللي يعطيو شوية من يعني نروح الكرم اللي كيمتازوا بها، لأن الدم مادة حيوية لا يمكن اصطناعها. وبالتالي نحن محتاجين يعني لهذا لإنقاذ يعني المواطنين والمرضى بالخصوص. نشكروا جميع الحضور على هذا النهار ديال المبادرة اللي في الفونداسيون مجيد اللي تدشن فيها واحد لو سونتر ديال ترانسفيزيون سانغين، علما بان هذا لو سونتر الى ايتي كري بور لا بروكسيميتي باش المواطن يتمكن اليوم باش يجي يعطي الدم ديالو بلا عرقله ويعتق الناس. وكنطلب لجميع الجمعيات اللي كتعمل في هذا الميدان ولا كتعمل في ميادين اخرى تعرف بان هذه المساله اليوم بانها مساله ضروريه للمواطن. والمحل ديال العنق اللي هو في ابن حزم في أنفا